وزراء يستقيلون وتصريحات متضاربة وأصابع خفية تتحكم بحياة العراقيين مع كل صيف تفوق فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية وأزمة الكهرباء الغائبة عن البيوت الحاضرة في التظاهرات توشك أن تشعل حراكا جديدا على غرار ثورة تشرين وثورة 25 من شباط والانتفاضات الأخرى. وعد وزير الكهرباء الأسبق حسين الشهرستاني بتوفير الكهرباء للعراقيين وتصدير فائضها إلى الخارج، مرورا بمن أعقبه في تولي ملف الكهرباء كذبة عكف عليها الساسة في العراق لاستمرار الفساد وهدر الأموال التي وصلت حسب تقارير إلى 81 مليار دولار، فضلا عن هدرهم 62% من إنتاج العراق من الغاز مقابل استيراد كميات كبيرة منه من إيران. إحنا الغاز الإيراني حسب رأيي المتواضع منا لبعد 5 إلى 10 سنوات القادمة سوف نعتمد على هذا الغاز بهذه الكميات أو أقل شوي أو أكثر. احتياج يعزز من التخادم بين إيران ووكلائها من الأحزاب في العراق بعد أن قدمت تلك الأحزاب وميليشياتها مصالح إيران على حساب العراق وأنشأت محطات غازية لتوليد الكهرباء وأهملت استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط الذي أهدر حرقا دون أي فائدة طوال نحو 2 عقدين من الزمن ليكتوي أبناء الرافدين بحرارة الصيف اللاهب الذي من المتوقع أن تفاقم العواصف الترابية من شدته هذا العام في وقت يرجح فيه أن يعيش العراق صيفا ساخنا على المستوى السياسي إذا ما قرر الشعب هذه المرة أن يتخذ من الأشهر اللاهبة موعدا لمحطة جديدة من حراكه الثوري الذي تشير التوقعات بأنه لن يبقي باقية للعملية السياسية وأحزابها بسبب النقمة الشعبية والانسداد السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية.